فيتوريا احبط من نتائج منتخب الشباب، وانت لسه كنت بتقولي ان هو بيحب يبص على منتخبات الشباب، فرق الشباب اللاعبين الصغيرين، احبط مما حدث في كاس الامم الافريقيه؟ نتائج، مش هقول على نتائج، مش هتكلم عن نتائج، ولكن هو ما احبطش. هو ممكن يكون طبعا اتضايق ان المنتخب ده يعني خرج من البطوله وما صعدش كاس العالم، لكن فرصه كويسه للمواجهه، ولكن عنده امل في الولاد صراحه. يعني هو بيشكر فيهم جدا وبيقول لك الولاد كواليتي عاليه جدا، وان شاء الله يطلع طبعا. كويس ان هو شافهم كده، يعني كويس عشان الجماهير المصريه. انت عارف برضو الجماهير قاعده تقول لا ده احنا كده ما عندناش جيل ممكن يفيد منتخب مصر، فكون المدرب شايف فدي حاجه تطمننا. منهم ومعظمهم كويسين جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقهم في اللي جاي، ونشوف منهم ناس كويسه في تمثل مصر وتحترف على الاقل كمان. طيب.